لجنة مغربية تضم رسميين ورجال الأعمال تبحث الإجراءات الوقائية لتجنب الاقتصاد المغربي تداعيات الأزمة الاقتصادية الأوروبية من خلال زيادة الدعم للقطاعات المتضررة كالنسيج ومكونات صناعة الطائرات، مع التركيز على زيادة الطلب الداخلي للرفع من وثيرة النمو. ومن ضمن الإجراءات أيضا دعم الصادرات والبحث عن أسواق جديدة، كل ذلك من أجل تفادي أي تأثير مستقبلي على المؤشرات الماكروإقتصادية المغربية. الأزمة الأوروبية لم تؤثر على الاقتصاد الوطني بحكم أنه سنحسن أداءنا على مستوى النمو الذي سيصل إلى 4% مقارنة مع 3.5 المتوقعة. معدل التضخم سيبقى في أقل من 2%، كذلك فيما يخص العجز سيبقى في الحدود المرتقبة اللي هي 4%. فتراجع قيمة الصادرات المغربية إلى أوروبا والتي تمثل 60% من مجموع صادرات المغرب أدى إلى زيادة عجز الميزان التجاري، وانخفضت الاستثمارات الخارجية من دول منطقة اليورو نحو المغرب إذ لم تتجاوز 50% مما كانت عليه العام الماضي، فيما يتوقع أن تقلص أوروبا من مساعداتها للمغرب والمقدرة ب 700 مليون أورو كل 3 سنوات. المغرب هو الشريك الأول للاتحاد الأوروبي، وأكيد أن الصادرات والواردات المغربية تتأثر. الإشكال الثاني متعلق بالجانب المالي، باعتبار أن الأزمة هي أزمة مالية في عمقها، فأكيد أن التمويلات التي هي عبارة عن استثمارات للدول الجنوبية في المغرب سيكون لها تأثير، باعتبار أن الاستثمارات ما غاديش تجي للمغرب. وقد أفضت الأزمة التي تعيشها منطقة اليورو إلى تراجع تحويلات المغاربة المغتربين، وهو ما قد ينعكس سلبا على احتياطي المغرب من العملة الصعبة. ويقول خبراء مغاربة إن تراجع اليورو قد يخفف من عبء خدمة الدين العام، على اعتبار أن 75% من مديونية المغرب مرتبطة باليورو. من تداعيات الأزمة الأوروبية تراجع تحويلات المغتربين المغاربة، مما جعل آلاف الأسر المغربية تفقد مصدر عيشها، وهذا راجع إلى تفشي البطالة في وسط المغاربة بأوروبا كإسبانيا التي بلغت فيها النسبة 38%. وجراء الأزمة التي تعيشها بعض دول منطقة اليورو، فقد تراجع الطلب الأوروبي على السلع المغربية، مما أدى إلى زيادة نسبة البطالة بنقطة واحدة خلال 3 أشهر الأخيرة، كما أن تراجع القدرة الشرائية للمواطن الأوروبي قد يؤدي إلى انخفاض عدد السياح نحو المغرب. وارتباطا بأزمة اليورو، فإن ارتفاع قيمة الدولار سيزيد من حجم فاتورة النفط المدفوعة كاملة بالدولار، وهو ما سيؤثر سلبا على الموازنة العامة. حسن فاتح، بي بي سي، الرباط.